السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. إخواني، في عندي يعني هذا المحرك أو هاي الترمبة أجتني، زبون بيشتكي إنه كانت شغالة وما شاء الله عليها، لكن فجأة فصلت وصار لما يوصل لها كهرباء ما بتشتغل ولا بتزن ولا بتطلع صوت ولا بتعمل أي شيء. طبعا انا لسه ما فتحتها، يعني صدقوني انا ما فتحتها لسه، هاي اول مره بحطها على الطاوله، وقلت خلوني افتحها قدامكم ونكتشف انا وياكم سوا العطل. يعني اغلب الاعطال اللي بتكون زي هيك طبعا اما بتكون محروقه والاسلاك اللي في الداخل من نتيجه الحرك متقطعه، فبالتالي بتبطل توصل من برا، او بكون هذا النوع من المحركات في جواته اوفرلود، في جوا في الداخل اوفرلود، ممكن يكون هذا الاوفرلود تلف وفصل لأي سبب من الأسباب، يعني بكون فصل، فبالتالي ما بوصل طرف المشترك الرئيسي، لأنه بكون موصول لطرف الأبرلود على طرف المشترك اللي هو الكهرباء الرئيسي. فإذا فصل هذا الأبرلود طبعا راح يفصل الكهرباء عن المحرك بالكامل، بالتالي لما تيجي تشغل أنت ما بطلع صوت ولا بزن ولا بدور ولا بيشتغل، يعني المحرك كأنه ميت زي ما نحكي. فبدنا نشوف إحنا، إما بتطلع محروقة فراح أنا يعني أخذ بيانات ممكن أصوره بهذا الفيديو أو فيديو ثاني، وإذا كان شغلة الأفرلود بدنا نشوف كيف بدنا نفحص ونتأكد إنه الأفرلود هو اللي متعطل ونحاول إنه نشغلها للترومبة. طبعا في البداية طبعا هي أول شيء ترومبة بدوريلو إيطالية 220 فولت 230 فولت 75% كيلو وات، يعني واحد حصان أمبيرها 6 أمبير. الآن بنفك البراغي عن الغطاء على أساس إحنا نتأكد من كلام الزبون ونوصل لها كهرباء ونشوف انه هل فعلا الكهرباء ما بتوصل والمحرك ما بتحرك ولا بزن ولا شيء. طبعا انا زي ما حكيت لكم صدقوني ما فتحتها لسه، الان اول فتحة لها وبدي اشوف شو الوضع تبعها. طيب احنا بنجيب الان سلكين هيك صغار وبنوصلهم على اساس انه نفحص. طيب خلوني اربط سلكين وارجع، بديش اطول انا. طيب انا وصلت سلكين هيني محل الكهرباء هون على البرغيين، الان بنفحص بلمبة السرية في البداية على الطرفين هذول. الان ما في توصيل، بنشوف لمبة السرية شغالة ولا لا. طبعا شغالة زي ما انتم شايفين، ونفحص على السلكين ما في توصيل ولا ضوت اللمبة ولا شيء ولا في أي شاصي ولا شيء. طيب الآن عشان إحنا نتأكد إنه الفصل في الملفات، الأصل إنه نفتحها الترومبا، لكن في البداية بدي أعطيكم أنا طريقة اللي تخليكم تحددوا تقريبا من 80-90% إنه العطل من الأفرلود أو لا. فبنرفع البلاستيكة هاي أو تبعت الكونكشن التوصيل، وبنسحب المكثف وبنسحب طرف المشترك من هون بهذا الشكل، والآن بنوصل طبعا طرف المشترك على أساس نتأكد بلاش يكون الكونكشن اللي فيه مشكلة تبعت التوصيل. الآن بنوصل بين الأطراف ما في أي توصيل زي ما انتم شايفين. الآن عشان نتأكد من إنه طرف المشترك هو اللي فاصل، بنفحص بين التشغيل والتقويم مباشرة، فإذا أعطاني توصيل بكون 90% انه الاوفرلود اللي فاصل. اعطاني توصيل بين التشغيل والتقويم، اعطاني توصيل بين التشغيل والتقويم. هاي لاحظوا ضوء انتو اللمبة، طبعا هاي المشترك اللي هو لونه اسود مش واصله كهرباء، طبعا مع الاسود ما بوصله زي ما انتو شايفين هيك، هاي على الاحمر مع الاسود اللي هو المشترك ما في توصيل، لكن بين التشغيل والتقويم اللي هم الابيض والاحمر في توصيل. هذا بدل انه الخط المشترك هو اللي فاصل، خط المشترك هو اللي فاصل. فالان بنفتح الترومبه وبنتاكد من هذا الامر انه الاوفرلود هو اللي فاصل ولا لا. طبعا يا بنبدلوه يا بنوصله مباشره وبنحاول انه احنا نشغلها. طبعا انا راح افكها الان، مش عارف انا افكها وارجع لكم ولا.
طيب يعني ما فيش داعي انا اصور انه كيف فكها، خلوني افكها وارجع لكم احسن. والان انا فكيت الترومبة، ولاحظوا زي ما انا حكيت سبحان الله، اللي ضارب اللي هو الاوفرلود هذا هو خطه، لاحظوا هذا هو الاوفرلود، هذا هو هي فاقع عامل شورت وفاقع. طبعا الان اللي انا راح احاول اعمله اني راح اسحب الاسلاك من هون، وطبعا كل الاسلاك راح اسحبهم من هون واسحب المشترك واطلعهم لبرا واحط لهم اسلاك جديده واوصلهم طبعا لبرا ونجرب نشغل. طبعا هذا السواد اللي على السلك هذا يعني من الدخنه اللي طلعت من الاوفرلود، ليس حرق يعني، لاحظوا. على العموم بضل احنا نشغلها، يعني بضل انه نحاول نشغلها. هو التشغيل هو بكون هو الفيصل في الموضوع تبعنا. بدي احاول انا اطلعه وارجيكم اياه، مش عارف اذا بيطلع معي. هذا هو الاوفرلود، ايوه طلع معي، هذا هو الاوفرلود لاحظوا فاصل. طيب خلوني انا اسحبهم واشوف، احاول واشوف شو بدي اعمل وبرجع لكم ان شاء الله. طبعا اللي فاصل فقط الاوفرلود، يعني الان بنقطع الخيط شوي شوي. هاي سلكين، هذول السلكين للمشترك والسلكين للخميل والتقويم او التشغيل والتقويم، مواصلات ما فيهم اي مشاكل. فقط بدي اسحب السلكين اللي هنا واوصلهم على سلك المشترك واطلع له برا، يعني ما بدي اعمل اكثر من هيك. بنقطع شوي من الخيط، طبعا ندير بالنا شوي شوي خوف ما نجرح السلك يعني. يعني بنقطع لنا خيطين او ثلاث فقط على حسب، وبنحاول انه احنا نسحب السلكين حتى نقطعهم من هون. الآن هذا هم السلكين، بنلحم عليهم سلك وبنوصل، بس خلونا نقشرهم ونتأكد ونوصلهم مع بعض ونتأكد انه كل شيء تمام واصل. طيب خلوني انا الحم عليهم سلكين سلك وارجع لكم ان شاء الله. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.